ومن بعد عالم المكياج والتجميل ننتقل لفقرة الأدب. ضيفتنا راح تتكلم عن مشوارها الأدب ولها محطات عديدة في الكتابة. هي كاتبة وروائية، راح نتكلم عن إصدارها الأخير للأطفال بالإضافة إلى إصدار ثاني للكبار، تفاصيل كثيرة عن مشوارها ومحطاتها اللي لها مغامرات كثيرة. ضيفتنا الكاتبة الروائية هبة مندني، حياك الله. الله يحييكم. يا هلا ومرحبا فيك هبة. هلا والله. في البداية هبة، لو تكلمينا عن دخولك مجال كتابة القصص للأطفال. في البداية أنا كنت أكتب للكبار وما كنت حاطة ببالي كلش إني أكتب للطفل. حلو. كنت قاعدة بالدوام، وصلنا فاكس إن في مسابقة قصة للأطفال نكتبها وفيها شروط. شاركت في المسابقة وكانت على مستوى الخليج. حلو. والحمد لله حققت المركز الثالث ما شاء الله. في أول مشاركة لي. من هنا حسيت إن أنا أقدر أقدم شيء للطفل. صحيح. ومن بعدها الحمد لله توالت المشاركات، شاركت بعد بجائزة في الإمارات وهم حققت الفوز بالمركز الأول. هني عاد قلت لا، أنا الظاهر عندي موهبة الكتابة. لازم كلك إيه، لا لازم خلاص أنا أدقق على الموضوع. صحيح. فبالضبط الحمد لله، واستمريت بهالمجال وهو حلو وايد، والحمد لله ربي وفقني. الحمد لله. يعني الأمانة عقل الطفل صعب أن الشخص يوصل له المعلومة من خلال الكتابة أو المسرح أو التلفزيون بشكل عام، خصوصا مع تطور التكنولوجيا. هل واجهتي صعوبة في كتابة قصص الأطفال؟ يعني شوفي، كبداية أن مركز الثالث ومركز الأول هذا شيء وايد حلو في مسابقتين، يعني إنجاز كبير بحد ذاته، عشان شيء شفنا صار لك للأطفال، فكلمينا عن مرحلتك، هل شفتيها فعلا صعبة؟ هي الكتابة للأطفال وايد صعبة، يعني أنا أتحدى أي شخص يقول الكتابة للطفل سهلة. هي صعبة، تحتاج بحث، أنك تبحث قبل لا تكتب عن الشيء اللي أنت تبي تكتب عنه. حتى المصطلحات. المصطلحات هذه سبحان الله تصير موهبة. اللغة لازم تكون رشيقة طبعاً. الكلمات تكون بسيطة، حتى تراكيب الجمل احنا مرات نحاول نضيف يعني كلمات عشان نزيد من حصيلة الطفل اللغوية، بس بشكل عام يعني لازم لغة طفل. صحيح. لغة بسيطة وسهلة وحلوة. اي صحيح. قاعدة اقول من ساعة تحت الهواء ان كلنا فينا طفل، واتوقع الكاتب يتقمص الشخصية عشان يكتب هو للشخصية اللي يبي يكتب لها، فكلنا فينا طفل، فاتوقع كتاباتك تطلع روح الطفل اللي موجودة داخلك. صحيح. صحيح. احنا انا لما يعني اكتب للاطفال في البداية انا ما راح اقول انزل لمستواهم، بالعكس انا ارتقي لمستواهم. صحيح. ومثل ما قلتي صح، كل منا داخله طفل. احيانا هالطفل يحب يكتب عن شيء معين. أيه؟ يتخيل اشياء ممكن يعني تكون غريبه، يعني انا مثلا احدى القصص بس ممكن اعرضها اذا عادي خذي راحتك. يعني مثلا هذه القصه تخيلت ان في مدينه للغيوم. فوق في الغيوم، الغيوم تروح المدارس، تروح المصانع، يشتغلون عالم بروحهم. اي صحيح. طول عمري وانا صغيره كنت اتخيل هالشيء، فالحين كتبته. حلو. احيانا تتخيلين مثلا الحشرات تتكلم. صحيح. او مثلا ملكه النمل شلون تحكمهم. ايه. فكل هذا نكتبه. خلينا نشوف باقي القصص بعد اللي ما شاركت. إيه؟ لو ترون تكلمين عنهم. انا جبت لكم يعني بعضهم، يعني اخترت هذه مثلا حلم الانسه دعسوقه. حلو. كنت ابي اوري الطفل ان احنا ام علي نسميها دعسوقه. صحيح. باللغه العربيه، وان هذه الدعسوقه بالرغم من صغر حجمها الا انها عندها حلم وايد كبير، انها تبني بيت من الحجر. حلو. الحجر اللي هو يمكن اكبر منها. فبالنهايه بالقصه راح تعرفون اذا بنت هذا ولا ما قدرت. بالضبط، قدرت تحقق حلمها او لا. حلو. والقصة الثالثة؟ القصة الثالثة اللي جبت لكم اياها اسمها انتخبوا فاطمة. طبعا احنا مثل ما انتم عارفين احنا هني شعب ديمقراطي والحمد لله. صحيح. دولتنا الكويت، فحبيت اوصل هذه الفكرة للطفل، ويعني بحيث اذا كبر يكون عنده معلومات. هذا الشيء وشيء ثاني، هي القصة تتحدث عن المواطنة. ان انت كمواطن صحيح. لك يعني مثلا ولاء للوطن. صحيح. وصوتك هذا امانه. وغير هذا نبذ العنف. العنف شلون كان في الانتخابات. صحيح. منافسه فاطمه. مثلا قطعت اعلانات فاطمه في المدرسه. شو اسمها بالقصه؟ ما حطيت اسم عشان لا حد يزعل. زين. وراحت مثلا بالنهايه بعد ما حست بغلطتها اعتذرت، وقامت سوت يعني إيه، هي بنفسها الإعلان حق فاطمة، وكتبت انتخبوا فاطمة مرشحة للجميع. حلو. أنها اعتمدت على نفسها. طبعاً. هي بش يعني أنت دخلتي هذا المجال، شلون توصفين هذا المجال؟ صراحة أنا دائما أقول جملة أن أدب الأطفال مبهج، يجيب البهجة والسعادة حق كاتبة
وحق القارئ وحق المتلقي اللي هو الطفل. صحيح. فأنا دائما أقول بعد لما أكتب للطفل ما أفكر بس فيه، أفكر في الكبير اللي راح يقرأ حق هالطفل. صحيح. فلازم أبهره الكبير قبل لا أبهر الطفل الصغير بعد. حلو، ممتاز. يمكن قصة اللي ورثناها للأطفال الثلاثة حلو. يمكن تكلمتي يعني عن ثلاث مجموعات، عن الوطن وحب الوطن والعنف، تكلمتي عن شلون ممكن نحقق حلمنا حتى لو كان أكبر منا، وتكلمتي أيضا عن العالم الثاني هو موجود في السماء. بشكل عام أنت هل في مضمون معين تبين توصيله من خلال قصتك للأطفال؟ في إطار معين ولا تحبين تكتبين في كل شيء؟ وهل في شيء من الواقع ولا دائما تحبين تاخذينهم لخيال ممكن ما يكون بالحياة موجود؟ بصراحة القصص الأطفال أنا أحب يعني دائما نكتب فيها عن القيم، عن الفضائل، عن حب الوطن، الأشياء اللي فعلا يحتاجها الطفل، وهذه ما تختلف أعتقد من طفل اليوم أو طفل الأمس، الاحتياجات واحدة. صحيح. ولكن اللي يختلف طريقة توصيل الفكرة. ما تعتقدين أن تفكيرهم تغير؟ هذا اللي بقول لك اياه، انه صح تفكيرهم تغير، صار الامر متطور اكثر. فعلشان كذي الفكره الحبكه مالت القصه شلون انا اوصل لهم المعلومه. فعلشان كذي احاول ابتكر دائما اشياء مختلفه ومميزه. عندي احدى القصص خليت اعضاء الجسم هي اللي تتكلم وتقول شلون فائده الرياضه. فمن هني يعني خليت تكون عندها ثقافه الرياضه من يوم صغير. قصه اخرى كانت عن رحله الدواء داخل الجسم. علشان الأطفال أغلبهم ما يحبون طعم الدواء وما يرضون يأخذونه. فلما يعرف هذا الدواء شلون يمشي داخل جسمه وشنو يسوي، تروح منهم حتى الرهبة. بالضبط، تروح الرهبة ويعرف فائدة هذا الدواء وشلون لازم يأخذه بانتظام. فأحاول دائما أخلي الفكرة هي المميزة فعلا. وكل كاتبة أنا أشوف أو كاتب يكتب قصص للأطفال يكون يعني في قيم تربوية تكون هي أساس. صحيح. القصة اللي هو يبي يوصلها للطفل والرسالة من هذه الكتابة. صحيح؟ صحيح أكيد. القيم يعني لازم تكون يعني مناسبة أيضا حق البيئة اللي نعيش فيها. طبعا. حق عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الإسلامية الحميدة. صحيح. ممتاز. ننتقل من عالم الطفل إلى قصص الكبار. كلمينا عن تجربتك في القصص الكبار اللي أنت كتبتيها. تجربتي أنا بديت يمكن من 2013. كنت أكتب في الإنستغرام إنزين على شكل حلقات. يعني مثلا كل بوست عبارة عن حلقة، حلقة 10 الصبح وحلقة 10 بالليل، وكانوا هم الفولورز ينظرون هذه الحلقات. البوست شنو بيصير بالمواقف يعني. وأنا معاهم كنت يعني ما أعرف شنو نهاية القصة. بعدين يعني بديت بالنشر. نشرت قصتين كانوا مزيج بين العامية واللهجة الكويتية. عقبها عاد بعدين دخلت رابطة الأدباء وصرت عضوة هناك. ما شاء الله. ودشيت في دورة اسمها تقنيات السرد واللغة. طلعت فيها بهذه الرواية. يمكن كنا 50 كاتب، يمكن بس احنا 2 اللي طلعنا وانا واحدة منهم. حلو، جميل. طلعت هذه الرواية يكفي لا اريد سماع المزيد. هي رواية تدور احداثها بين يوم وليلة. واتمنى ان تعجب القراء. لكن هذه تبي تشوف وتبي تتكلم ما تبي تسمع، حسيت من الرواية، لان عادة لا اسمع لا ارى لا اتكلم، يعني تصير صورة ولكن هذه موجودة عليها. اتوقع لا هي سمعت بما فيه الكافي وما سمعت نفسها. تبي تتكلم. خلاص تبي تتكلم ما تبي تسمع. لما تقرون الرواية راح تعرفون هي شنو ما تبي تسمع بالضبط. ممتاز. حلو. حلو التشويق اللي الناس تحبونه. فعلا حسيت بالتشويق من العنوان. ممتاز. خلينا نتكلم هبة عن مشاركاتك الخارجية والداخلية المحلية عندنا في الكويت، وشلون شفتي ردود فعل الناس من خلال رواياتك؟ بالنسبة للمشاركات أنا وش بتكلم عن مشاركاتي في الطفل. حلو. الحمد لله يعني ربي وفقني هالسنة ورحت معرض صفاقس في تونس. ما شاء الله. لكتاب الأطفال. وأنا عمري يعني ما تخيلت أني أوصل تونس ككاتبة. يعني وصلت للوطن العربي شوية. الحمد لله. شو ردت فعلهم؟ كانت وايد حلوة. سوينا هناك قراءات للأطفال وكانت حزتها ايام اعيادنا احنا الوطنيه. حلو. فقمت وزعت اعلام الكويت على الاطفال وكانوا وايد سعيدين. قلت لهم انتخبوا فاطمه؟ لا كانت للحين ما طبعتها. وغير هذا شاركت في مهرجان الشارقه القرائي للاطفال. حلو. وهذا مهرجان وايد كبير ومميز، واعتقد الكاتب المحظوظ هو اللي شارك فيه، والحمد لله الله وفقني وشاركت. الحمد لله. بالنسبه لروايات الكبار مشاركاتك طبعا الأطفال. شاركت بمعرض الكويت اكثر من مره، وشاركت بكذا
معرض الحمد لله على مستوى دول الخليج، والحمد لله كان لي حفلات توقيع في أكثر من دولة خليجية، حلو. والحمد لله، وإن شاء الله يعني نقول لهم نطرونا القادم إن شاء الله يكون أفضل وأجمل ان شاء ان الله. شاء الله. هبة، انت كتبتي للطفل وكتبتي للكبار، مو يعني حاطة في بالك انك تدشين المجال الدرامي للكتابة الدرامية والمسلسلات؟ والله بصراحة أنا يعني دخلت، يمكن حلو، هذا أقول لكم شيء حصري 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 حلو. حصري حلو. كتبت 3 حلقات، يعني تمثيليات خلينا نقول، مو مسلسل كامل حلو. 30 حلقة، كانت 3 حلقات، كل حلقة قصة منفصلة عن الحلقة الثانية، وناطرين إن شاء الله الله يتمم يعني. للحين ما انعرض، إن شاء لا الله ما انعرض، خبر حصري يعني ان شاء خبر الله. حصري عبر شاشتنا اليوم هبة قاعد أي تقول لنا إياه. إن ممتاز، شاء راح الله ناخذ منك اتصال طبعا اول ما ينعرض المسلسل وتبلغينا اول باول بالتفاصيل كلها إن عشان شاء ما الله نحرق الموضوع. الله يسهل إن شاء الله، وتستاهلون طبعا. ممتاز. انزين، شنو اهم القضايا اللي انت شفتيها فعلا لازم تكون موجوده في ال3 حلقات اللي سويتيها او برواياتك بشكل عام، إيه اللي فعلا انت تبين توصينها للطفل الرسالة او الكبار؟ صحيح. بالنسبة حق الطفل ما راح أقول، قلنا قبل شوي ممتاز. إن القيم والفضائل وحب صحيح الوطن صحيح. هالأشياء. للكبار بالنسبة حق الكبار يعني أنا كل رواية أكتب فيها شيء معين. يكفي لا أريد سماع الوزيد، كانت عن الوحدة الوطنية. حلو. طبعا إحنا شعب يعني معروف عنا تماسكنا وتلاحمنا والحمد لله، أكيد ولكن هذا ما يمنعنا نذكر بعض بهالأشياء. صحيح. عندي رواية قصة كنت كاتبتها من قبل اسمها أحلى أيامي، فيها 4 قصص عن بنات يبحثون عن أحلى الأيام. حلو. تخيلي كل إنسان يشوف أحلى أيامه بشيء معين أو بشكل صحيح. معين، فكنت أبي أوصل إن عشان تبحث عن أحلى سعادة أيامك وأحلام. لازم تعمل وتسعى وتجتهد صحيح للوصول صحيح إلى هذا الشيء. صحيح. فيعني كل قصة لها شيء، بس أحب دائما أخلي الطابع الإنساني والاجتماعي موجود في القصة. ممتاز. صحيح، كل الشكر لك هبة على وجودك معنا وعلى القصص الجميلة والهدف والرسالة السامية من طبعا هذه الكتابة. طبعا تسلمون. كل شكر لك، وان شاء الله نشوفك في نجاحات ثانيه. وقلت لك لازم تعطينا وعد ان ناخذ اتصال وناخذ التفاصيل عن المسلسل. إن شاء الله. كلمه خيره حابه توجهينها؟ حابه اشجع كل الناس على القراءه، يعني صحيح القراءه شيء مفيد، صح. واحنا شعب الحمد لله يعني ربي منعم علينا بوايد نعم، صحيح فنعمه القراءه مهمه طبعا ولازم نحافظ عليها من كنا صغار لين كبر. صحيح. ممتاز، كل الشكر لك الكاتبه الروائيه هبه من دنيا، وهذه كانت الفقره عن الادب، نتمنى انكم استمتعتوا معنا. فاصل ورادين.